اعطيك العاصفه في المزيد. مو هون ايه هون هون طبعا هون استاذ، معقول ما يكون هون وحياه هالطله الحلوه؟ اذا مو هون بتليفون واحد بخلي يصير هون. انت ما عليك سوى بس تقول لي الطول العرض اللون شو القياس، وانا شبيك لبيك محسوبتك سعده من ايدك صدق. شو طلبك؟ لا اكسكيوز مي، يمكن انا مخربط بالهي. لا لا استاذ، لا لا مالك مخربط، وانا مخربط هون العياده، في عنا خلع وقلع وتصليح حشوات ضوئيه مؤقته ودائمه وتقويم وتجميل احلى الموديلات، واذا حبيت تعمل اكثر من شغله من راعي. قل لي شو طلبك؟ شو سجل لك، حشوات ضوئيه مؤقته ولا دائمه؟ هلا هون اكيد عياده. ايه هون العياده، بس بدك ما تواخذني يا استاذ، لانه انا قبل ما اجي لهون كنت اشتغل بمحل بيع ثياب، وبدك مثل ما تقول اخذ شغله البيع على ثاني، واذا دخل زبون وما بعته بحس حالي مالي عايشه. ايوه ليلي هيك من الاول. خلينا نشوف الخياطه معناتها، قصدي الدكتوره. والله يا استاذ الدكتوره مو هون، بس انا هون. شو بتحب اخدمك؟ لا بدي سلامتك. رح طق يا رجل رح طق، قسما بالله مرارتي رح تفقع. لك روق ابو الندر شبنا، روق. بعدين العيشة صعبة ما لها سهلة، بدها شقة وتعب. بعدين تعال عندنا، خاطبتك ببيت اهلها واللي ببيت اهله عالم اهله. يا محمد شو قصتك بتشبه قصة الحوزاني؟ منو هذا الحوزاني؟ رفيقي سعيد الحوزاني، ما بتعرفه؟ لا. لك سعيد، انا لازم اعرفك على سعيد. وين رايح؟ رايح ناديله للحوزاني. لك بلا حوزاني بلا بطيخة مسمير، لك والشقة والدهان، لك يلعن حظي، لك يلعن حظي وساعتها اللي تعرفت عليك، لك بدك تخلص. بسم الله عليك يا رجل، شو صار لك؟ ليش هيك نطيت نط؟ هدي. لك شو بدي هدي؟ طب هدول شو؟ هذا البيت شو؟ هدول الاغراض مسجلة وشرايط، شو هاد؟ لك طول بالك طول بالك. شو بيتك؟ ايه بيتي. بده يصير بيتي بهالكم يوم، بدي خلص لك دهان، هي مسجلتي وهذا الحافي وهي اوعيي، بدي يصير نام هون لحتى اخلص، بدي اشتغل ليل نهار. بشرفك. بشرفي. يعني خلاص حطيت عقل الرحمن براسك وبدك تسلمني الشقة؟ خلاص، رح نفتح صفحة جديدة. لك ربي يجبرك. حبيبي. يلا رح اقوم غسل ناديله للحمداني. يلا. حبيب هلا انت ليه سألتي وين مشوارك؟ كأنه انت عم تنقي يعني مواصفات خاصة لزباينك، يعني على كيفك مثل ما بيقولوا، اللي بيعجبك بتطلعوا اللي ما بيعجبك ما بتطلعوا. لا يا عيوني، طالعين نتسبب بنور الله، بس كنت رايح على المغسل، السيارة مقنتني، كنا بسفرة طويلة امبارح. معك لايتر؟ لايتر؟ What's the meaning go؟ يعني اداحة. اداحة؟ ايه مع اني ما بدخي. مو من هلا، من قبل ما يطلعوا قرار، بس دائما بحتفظ بباكيت وقداحة هيك للمرأة. شري قولي شو حلوة، قولي شو حلوة، كتير حلوة هاي. عيونك الحلوة ما بترجع. عيشي. عم اقطعوا لنا الخط، عيرنا موبايلك، بس بدي احكي تليفون ضروري لو سمحت. لك شو هالموبايل ها؟ علي الطرشة أول مرة بشوف مثله، مو معقول شو حلو. قدم يعيشوا. ليك شو حلو لونه؟ هذا تشانجان؟ هيك شيء. على فكرة كتير حلو. ما بيرجع. يعيشوا. لعيونا. طب عليك. يلا هوب. كابتن اليوم خلص يلا مثل ما بدك. سعيد واقف بالجول. يلا فورا فورا كابتن. دقيقة. هي صدفة. الحمد لله يا ربي، بلش مفعول الحجاب. لك الله يخلي اياك يا سوسو. يلا كابتن. يلا سعيد. برافو عليك. داري جرافتك كتير حلوة. مقدمة. يعيشوا. تعرف انه السيارة كتير حلوة؟ عجبتها؟ ايه والله. غالي والطلب رخيص، ما بتغلى عليه. شري.
طمني كيف كانت اللعبه مع الحجار؟ شو بدي اقول لك؟ ايه خلينا نفوت لجوا نحكي لنا كلمتين. شو؟ لجوا حبيبتي. لجوا؟ انا كمان قلت لك يا اخي بدك تفوت لجوا لحتى ايش واهلي بتفوت لعنا على البيت، ولا انت بدك تنطحني وتشلع علي الجيران؟ بدك تبوس رجلك. خلاص بوس رجلك اسكتي. شو بك بعدني فرد بعدين؟ ما قلت لي شلون كانت اللعبه مع الحجار؟ يا ام السوس اخ دخيل ربي، تعي شوفيني اليوم بالملعب كيف عم بفري فري، عم بفري فري. وائل ينفجر عيونه فنجره هيك. يعني رح تلعب اساسي؟ يعني مو فورا فورا فورا، يعني هو المدرب كان عم يراقبني بالملعب، شوي طلع علي وشوي طلع على وائل، شوي طلع علي وشوي طلع على وائل. شو يعني؟ عم يفكر مين احسن؟ يعني رح تلعب اساسي؟ ان شاء الله. ليكي بالجيم تبع بكره بدي ورجيك القوتي مشان يعتمدني كحارس اول. ان شاء الله. اخ اخ يا سعاد، شو قلتي لي اسمه الشيخ؟ حفظي. ان شاء الله المباراه الجايه بدي اخذ له كيسين بصل، وبطريقك اعملي لي حجاب، لك بلكي بيتحسن الشغل بسوق الهال بيكتر واردنا. وحده وحده حبيبي، خلينا نخلص من اول شغله بالاول. ايه والله معك حق. سوسو تعي فوت لجوا. شو؟ لك انت بدك تنطحني من حالك؟ يخرب بيتك من حالك، كم مره قلت لك ما تفوت لعندي على البيت ليرجعوا اهلي من السودان، ولا بدك كل الجيران يشتلوا علينا؟ العمى. لو سمحت انا بدي انزل هون. ايه مو تكرم عينا هون. سلم عليكم. تعال لك وين رايح؟ لك يا معلم، لك يا معلم تعال لك، تعال لك. اسمعني شوي. لك شو بدك؟ وين رايح؟ شو بدك مني؟ بدي اروح على بيتي. لك تعال لك بالتاكسي. حبيبي انا ابجانتي ملك اللانسر علي واطي زمر على الكوع، وبعمري ما رجعت بكلامي. هاي السياره حلالة. طيب انا بدي البدله يا اخي، انا بشتغل جرسون يعني ما فيني اروح على الشغل بلاها. يعني بترجع بكلامها؟ اخي برجع بكلامي. ماشي هات القميص. هاي القميص. هات الداحة. وهي الداحة. هات الموبايل. شريك. وهي الجرافيك. وهي الخاتم. وهي النظارة. وهي الاسوارة. وروح على السريع من خليتي. وين؟ لا بس خليك تشوف وشها. لك روح من وشي. لك روح من وشي. لك روح من وشي. لك روح. خلص بس. والمية ليرة. منيح اللي انفدت المية. كانت راحت اللانسة. غليظ. غليظ.